أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أهلا بكم وروى الله قلوبكم بالصيب النافع من الإيمان والقرآن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يستبشرون بالمطر، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. ومعنى صيبا المطر شديد الانصباب المصحوب بالرعد والبرق. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد ترك الحديث ويقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول إن الصيب مش بس حياة للإنسان والنبات والحيوان، ولكن فيه حياة للجماد. المية مهمة للإنسان علشان يشرب، وكمان للحيوان علشان يشرب، ومنها بنسق الزرع. والحقيقة إن الجماد كمان بيبقى فيه قساوة بيصعب معاها التليين والتشكيل، فبنحتاج نضيف بعض الماء علشان يكون فيه طراوة. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حيا. نجد في هذه الآية الكريمة ثلاث ظواهر مناخية مختلفة: الرعد والبرق والصواعق. ببساطة البرق هو التقاء للسحاب المحمل بالشحنات الموجبة والسالبة، بيتولد عنه طاقة كهربائية بتظهر في صورة البرق اللي بنشوفه، وبسبب الطاقة الكهربائية اللي في البرق بيحدث تمدد الهواء وتسخينه اللي بيدينا صوت الرعد القوي. والسؤال المهم هنا، ليه دايما بنشوف البرق الأول وبعد ثواني بنسمع صوت الرعد؟ هو ده السبب، الفرق في سرعة الضوء وسرعة الصوت، وواضح جدا تفوق الضوء. نيجي بقى للصواعق اللي هي أخطر ظاهرة مناخية في التلاتة. علشان تقدر تتخيل خطورة الصواعق، درجة حرارة الشمس تقريبا 5500 درجة مئوية. درجة حرارة الصواعق 30,000 درجة مئوية، يعني أكتر من 6 أضعاف درجة حرارة الشمس. وآخر صاعقة كانت في الهند قضت على 10 أشخاص حرقا. يعني باختصار الصاعقة قطعة عذاب ينزلها الله تعالى على من يشاء. من فضلكم ياريت كلنا نشوف الفيديو الصغير ده اللي هيقول لنا ازاي بتحدث الاعاصير الرعدية العنيفة الحلزونية. كيف تتكون الاعاصير؟ الاعاصير هي عواصف هائلة الحجم تبدأ صغيرة جدا، ففي اعصار كاترين الذي دمر نيو اورليانز بلغت سرعة الرياح المعاكسة 130 ميلا في الساعة. ومعظم الاعاصير التي تضرب الولايات المتحدة تبدأ باضطرابات جوية بسيطة قبالة سواحل افريقيا، فكيف يتحول تقلب طفيف في الجو إلى عاصفة مدمرة؟ يحدث هذا على ثلاث مراحل. أولاً، يتصاعد الهواء الدافئ وبخار الماء من سطح المحيط مكونين سحابة صغيرة، وحين يتكاثف بخار الماء متحولاً إلى أمطار تنبعث منه حرارة، وهذه الحرارة بدورها تكون مزيداً من الهواء الدافئ الذي يتصاعد أكثر ويكون سحباً رعدية تأخذ في التضاعف. بعد ذلك تجتاح العاصفة الرعدية موجة ضغط منخفض قريبة من سطح المحيط، فتنجذب الرياح التي تهب بالقرب من سطح المحيط إلى مركز العاصفة الرعدية. تشكل الرياح تيارات هوائية صاعدة قوية تسحب الرطوبة معها إلى أعلى، ثم تزداد العاصفة الرعدية حتى تصل إلى حجم هائل، وتبدأ في الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة تحت تأثير دوران الأرض. وأخيراً، وبينما يشتد الدوران، تمتص العاصفة مزيداً من الهواء الدافئ والرطوبة. تتخذ العاصفة التي أصبحت هائلة الآن شكل عين، وهي قناة ضغط منخفض في مركز الكتلة الدوارة. وفور تشكل العين تتحول العاصفة إلى إعصار عنيف يتحرك في صورة دائرية، وتنهمر منه الأمطار بغزارة. وعندما يصل الإعصار إلى أقصى حجم له، توجه رياح عاتية في طبقات الجو العليا العاصفة في مسارها النهائي، ربما تسوقها نحوك، لكن نأمل ألا يحدث هذا. وبالمناسبة، كلمات إعصار وإعصار حلزوني وتيفون تدل جميعا على الشيء نفسه، فهي كلمات مختلفة تستخدم في أجزاء مختلفة من العالم للإشارة إلى النوع نفسه من العواصف، وهو نوع عنيف بحق. للمزيد من الفيديوهات العلمية تابعونا على قناة لآلئ تي في. أما الصيب فهو الهدى والإيمان، وأما صوت الرعد فهي الزواجر والوعيد، وأما البرق فهي الهدى والدلال الدالة على صحة القرآن والإسلام. وزي ما حضراتكم عارفين احنا عندنا ثلاث نماذج: المؤمن والكافر والمنافق. أما المؤمن فيزداد إيمانا على إيمانا، فهو أرض صالحة تستقبل الصيب النافع
وتنبت النبات والأعشاب والكلأ. وأما الكافر فهو مثل أرض قيعان، أرض قاحلة، بور، لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ. وهكذا الكافر، فهو لا نفع منه ولا فائدة. وأما المنافق فانشغل عن الصيب النافع من الهدى والقرآن، والتفت إلى الظلمات وصوت الرعد المزعج والبرق الذي يخطف الأبصار. فالمنافق دائما ينظر إلى الظلمات والرعد والبرق ويترك كل ما هو نافع ومفيد. لو أخذنا مثال توضيحي فريضة الحج بالنسبة للمؤمن والكافر، المؤمن بينظر للحج على أنه فريضة وركن من أركان الإسلام، تلاقي ما عندوش أي مشكلة أنه يوفر من نفقاته الأساسية من أكل وشرب ولبس علشان يوفر ثمن الحج ويطلع يحج وبيكون في منتهى السعادة. وعلى العكس تلاقي المنافق حتى لو طالع VIP في الحج بتلاقيه دائم الشكوى من الزحام ومشقة الحج ومفارقة الأوطان والتعرق وهكذا، فيترك كل ما هو نافع في الحج من مغفرة ذنوب وغيره وينظر فقط إلى الظلمات والرعد والبرق. هذا هو المنافق. قال الله تعالى في وصف البرق: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. طب ازاي البرق يكون خوفا وطمعا في نفس الوقت؟ انا سامع الاجابة، لان البرق بالنسبة للمؤمن دلالة خير وطمع في الامطار النافعة التي تنفعه، فهو ينظر الى المفيد. علشان كده تكملة الاية الشريفة: وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال ممتلئة بالامطار النافعة. أما المنافق على العكس ينظر إلى البرق نظرة الخائف المترقب للصواعق التي تدمر البيوت والأنفس. وهكذا يكون البرق خوفا للمنافق وطمعا للمؤمن. أو حرف عطف يفيد التخيير زي ما درسنا قبل كده في قواعد النحو. أما قول ابن تيمية وابن كثير أن أو هنا للتنويع ما بين مثل ناري ومثل مائي. كلمة ظلمات جاءت بصيغة الجمع لأنها تدل على ظلمات حسية ومعنوية. عندك الظلمات الحسية مثل ظلمة الغيم والسحاب، وظلمة الليل، وظلمة السماء، وظلمة الأمطار المنهمرة. والظلمات المعنوية زي ظلمة النفاق، وظلمة الكفر، وظلمة الجهل، وظلمة المعاصي وغيرها. وخلي بالك لأن طريق الحق واحد وطرق الباطل متعددة، تجد دائما كلمة النور تأتي مفردة وكلمة ظلمات تأتي جمع دائما. فالله نور السماوات والأرض. والسؤال هنا: هل من الممكن للمنافق أن يضع كل إصبعه في أذنه؟ طبعا المنافق لا يستطيع، فهو أطلق الكل الأصابع ويقصد الجزء أنامل الأصابع، وده بنسميه في البلاغة مجاز مرسل وعلاقته الكلية. ولك أن تتخيل عقلية المنافق ماذا يفعل في مواجهة الصواعق: يضع أصابعه في أذانه. ولذلك حق عليه أن يكون في الدرك الأسفل من النار.